السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. حديثنا اليوم عن صالح حمامة المعتوه الذي نشط في وسائل التواصل الاجتماعي وهو مغمور بسبب مخالفتي، وقد قيل خالف تعرف. الله عليك يا شيخ. صالح حمامة كان عاميا ولا يزال يشجع نادي من النوادي السعودية، هذا هو. وبالهم عيشناه وهمهم أكلناه، ويلو ويلو ويلو. ثم فجأة بين عشية وضحاها رأيناه خرج في بريطانيا قد أطلق لحيته، فأصبح يكفر الحكام قاطبة ودون استثناء ويطعن في العلماء والمشايخ الكبار، أصبح خارجيا من جهل إلى جاهل مركب. قد تأثر به بعض الشباب، وللأسف الشديد حتى بعض طلبة العلم عملوا فيديو يمدحونه ويؤيدونه. وقد قال أحد الأئمة: الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. للأسف الشديد بعض الناس أيضا متحمسين، وبسبب حماسهم ينطلقون من حيث لا يدرون أو لا يدرون. هذا الخارجي إذا به تفاجأ الناس، ولم أتفاجأ أنا، أصبح رافضيا، أعلن تشيعه وظهر في فيديو في مجلس المدعو الذي ترونه في الفيديو، وهو جالس في كنيسته أو فيما يسمى حسينية ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنعم وأكرم، أهلا بالبطل المجاهد. ثاني نقطة يا شيخ ياسر، هم يخوفوننا دائما من السماع للمخالفين، بأي أحد يخالف منهجهم، ويزكون أنفسهم دائما بأن أصحاب الحق والذين يخالفونهم أصحاب الكفر والشرك والبدع. والله سبحانه وتعالى يقول: فأتقوا أنفسكم وأعلم بمن يتقون. وهؤلاء والله إنهم مدلسين، وإني من اليوم أعلن تشيعي بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. لا عجب ولا غرابة، فأهل البدع وأهل الضلال كلهم يشتركون في مبدأ واحد، هو معاداة هذا الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، دين الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ويخرج عليك بعض الناس للأسف يقول: ما يحتاج أنا أقول سلفي، هو سماكم المسلمين، إذن أنا مسلم. نعم، متى تكون أنت مسلم؟ إن لم تكن كل هذه الفرق موجودة في الساحة، من رافضي وصوفي قبوري وخارجي ومرجئ وناصبي وأشعري وما تريدي وهلم جرة. عندما لا يوجد مثل هذه الفرق أنت مسلم. صحابة كانوا مسلمين، لكن المولى الذي قال هو سماكم المسلمين قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. نعم، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل الصحابة والتابعين واتباع التابعين والقرون الثلاث المفضلة، الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، وعد ثلاث قرون، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو منهج السلف الصالح. بعض الناس للأسف يتهاون في البدعة ويقول: مسألة بسيطة، فلان يخالفك في مسألة بسيطة. في لا لا، لا يوجد شيء بسيط، كل شيء صغير يصبح كبير. فهذا من كونه عامي إلى خارجي إلى رافضي، تدرج من سيء إلى أسوأ. لو بقي على عاميته ومعاصيه الشهوانية فهو أهون عند الله من تبنيه لمنهج الرفض. جالس في مجلس يتهمون أم المؤمنين عائشة بالزنا، ويكفرون الصحابة، ويعتقدون بتحريف القرآن. ماذا أبقيت للزنادقة يا زنديق؟ إن لم تكن أنت زنديقا فلا زنديق على وجه الأرض. تناقشت معه في هذه المسألة يعني إيه؟ يعني شيخ، القرآن مليء بسطحية الأرض، يعني مليء بالآيات، يعني مليء بالآيات في سطحية الأرض. يعني إذا آتي لنا آية من هذه الآيات الكثيرة التي امتلأ بها القرآن. يعني إذا الأرض سطحت، ما تحضرني الآن، يعني سطح
وبسطية الأرض وفرشها و... هنا يحاور ويناقش شخص طبعا أبد ما في أي علم، حتى في جلسة ذاك الجاهل الخبيث ما يستطيع أن يذكر ولا آية. يقول آيات كثيرة، ليش؟ لأنه ما أسس، ما في تأسيس، ما في تأصيل، وعليه ينتقل من حضن إلى حضن. نعم، كنساء البغي، كل يوم في حضن رجل، وهذا مصير كل من يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الحق ويتبين له الهدى. صراط الله واحد، يقول الصحابي، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط خطوطا حوله، ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إياك أن تتهاون في البدعة مهما صغرت، فإنها تتدرج حتى تكبر وتعظم ويشتد خطرها وأثرها. يقول جابر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة. يقول الإمام البربهاري: اعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرة، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. يقول الإمام سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. أردت أن أبين حقيقة هذا الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يزعمون أنهم يتبعون هذا الدين وهم في غيهم وطغيانهم يعمهون. وهذا نموذج رأيتموه أمام أعينكم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، صراط السلف الصالح، والحمد لله أولا وآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.